شاركت مملكه البحرين في جلسه المناقشه المفتوحه لمجلس الامن بعنوان المرونه والابتكار دروس دروس للمستقبل من جائحة فيروس كورونا، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث قدم السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بيانا خطيا أكد فيه أهمية تطوير أساليب عمل مجلس الأمن، كونه الجهاز الرئيسي المعني بصون السلم والأمن الدوليين، ما يتطلب أن يكون دوره ملموسا تحت جميع الظروف وفي جميع الأوقات. واعرب المندوب الدائم عن تطلع مملكه البحرين لمواصله عقد الجلسات حول تطوير اساليب عمل المجلس بصوره منتظمه كونها تهم جميع الدول الاعضاء التي تطمح الى ان يعمل المجلس بافضل صوره ممكنه وان تواكب اساليب عمله التغيرات المستمره مضيفا بأن هذه الجلسات تتيح استعراض تقدم المحرز في هذا الشأن والوقوف على أوجه التطوير والاستماع إلى العديد من الرؤى والآراء المختلفة حول طرق التعامل معها